أنا بعتقد إن ده فتوح رباني كده، يعني كان مولانا هو اللي بيضع القاعدة بالظبط، مش توضع له القاعدة. بالظبط حقيقة فعلا. صحيح ولا إيه؟ صحيح بالظبط صحيح. حتى مع الألحان اللي هو كان بيغنيها بيبتهلها يعني، كان بس يعني مثلا الفنان الرائع بليغ حمدي يعني. فإزاي الأستاذ بليغ حط اللحن للشيخ سيد والشيخ وساب له المسافة، الحرية كلها، اللي هو يا مولانا عيش. انت عارف ان مولانا كان مستغرب لما قالوا له انت هتقول على الحان بليغ حمدي، فاصلا عارف القصه دي كويس أو. وكانت متسجله هنا في هذا المبنى العظيم تمام. يعني. أيوه. فقال لهم يعني ازاي طيب يعني انا هقول على الحان بليغ حمدي برضه؟ أيوة. ما ينفعش. فبليغ حمدي الله يرحمه قال له بص يا مولانا، انا هخليك تقول على لحن لا قبله ولا بعده، ولو ما عجبكش هنمسح. تمام. فمولانا بدا يقول وعجبوا اللحن زي ما تقول كده ونخشش في دماغه خلاص، وخرج أثنى على بليغ وشد على يده فعلا. والأعمال كتير ما بينهم طبعا، ما هو خلاص بقى أعمال كتير كده. وعشان كده اللحن ده طلع. فضل عايش لغاية الساعة اللي احنا فيها. أستاذ بليغ قال له أنا أعمل لك لحن يعيش العمر كله. أعمل لك لحن هيعيش العمر كله بعدي وبعدك بالظبط، وهتشوف فعلا. فعلا. وبالمناسبة دي مش بس عبقرية بليغ، ده عبقرية مولانا طبعاً، اللي آمن بالفكرة الله يفتح عليك طبعاً، وخاض المخاطرة طبعاً. يعني بليغ حمدي بيقول ألحان للمغنيين العاديين، حب ومش عارف إيه وكلام من ده. طيب يعني هتيجي إزاي؟ وبعدين مولانا ده مولاه يقدر يقول لأ؟ عادي جداً بالظبط.